السنين في النوبة جزء ثاني فما برشا كريتيك حول الأحداث، يقولون الأحداث ماهيش متسارعة، فما برشا بطء في الأحداث. ريت هذا أنت شاد لي؟ أنا نتفهم الجمهور خاطر السكسي اللي عملوا نوبة واحد يعني ولا فينومين يعني فهمتني، والقمة اللي وصلت له نوبة واحد يعني خلت العباد تنتظر فهمتني من الأول ندخلوا في الأكسيون بليتو وفي الصراع وفي التشنج وفي الذروة. هذيك كتابة أخرى، لكن بحكم ليزاكس اللي تكتبوا جدد والشخصيات الجديدة حتمت على النوبة اثنين أنها تنستالي لبرسوناج ذوما وندخلوا بعد في سيرورة الأحداث. يظهر لي الحلقتين ولا ثلاث حلقات الأولانين هما اللي كانت العباد تنتظر أنه باش ندخلوا ديريكت في الأحداث سويت للأحداث اللي صارت الجزء الأول، لكن مو الكتابة يعني البصرية بليتو، أنا نحكيش على الأدبية، الكتابة البصرية يعني الصورة اللي توصل وكذا، كتابات كل واحدة كيفاش مختلفة. وعبد الحميد بن عوناول يعني سنسنا بالبويزي الشعيرية في الكتابة يعني الدرامية متاعه ولا الفيزيوال اللي نشوفوه ولا المسلسل على مستوى الصورة على مستوى حركة الكاميرا على مستوى الشخصيات الموسيقى في البويزي نحن، وهذه كتابة يمتاز بها هو. أنا ما شفتهاش يعني في مسلسلات تونسية قبل. البويزي يزمها وسع بيه البرشا، يزمها تستنى خطر كتابتنا، ما تخاف كيكا للمشاهد يقلق، لا ما يقلقش ويتعود المشاهد هكا توا مكروشي واموره واضحة. النوبة عم ناول في الحلقة الثامنة العباد اكتشفت اللي مسلسل طيارة صار فينا، رحنا راهو صار فينا، ما احنا متأكدين، انا نعرف عيني مليانة نعرف المسلسل صحيح. في الحلقة الثامنة بدأت الامور تشعل وكان ترجع حتى الفيسبوك والتفاعلات على العباد تفرجوا في النوبة يا ولادي تفرجوا لو مسلسل وكذا، وبدأت الكريتيك يعني دالسانس الباهين وكذا، وبدأت العباد هما في الحلقة التاسعة ويرجعوا في اليوتيوب يتفرجوا في الحلقة الأولى والثانية في نهار أما هذا ينجم يقلق شاد لي على خاطر في الجزء الأول تقريبا إجماع على نجاح النوبة جزء الأولاني، لكن في الجزء الثاني فما ناس يقولوا أنه جزء ناجح وفما يقولوا لي ياليتو ما عملش عبد الحميد جزء ثاني. هو رو إذا الناس اتفقت أنه كله ناجح راو إشكال يعني الآراء والاختلاف على الآراء هي صحية راو بليتو يلزم تصير يعني كالبارادوكس وكالاختلافات باش فما ناس حاجات عجبتهم فما ناس حاجات ما تعجبهم، مش عادي جدا يعني فهمتني في الأعمال نوبة الجزء الأول فينومين خاطر النوبة الجزء الأول راو هو بيدو عبد الحميد قال بعد الفينومين هذه يعني ما كناش ننتظروا يعني التفاعل الكبير بتاع الجمهور بكافة أصنافه يعني على النوبة يعني طلعنا للقمة يزم تعاود تطلع للقمة ولا تحافظ على القمة. هذاك علاش أنت تخير أنه ما يعملش جزء ثالث؟ أنا بالنسبة لي أنا حسب الكتابة وحسب اللي نشوفه وحسب اللي صورناه وحسب اللي قريته أنه باش نتعسفوا عليه كان نعملوا جزء ثالث بالنسبة لي أنا ما حسب خبرتي أنا، وهذا نعرفه حاس وعبد الحميد ذكي يعرف وقتاش يعني يتمم الفعل متاعه. لو في حال عبد الحميد قرر انه يعمل جزء ثالث وانت مقتنع في قناعتك انه ماهوش باش يكون ناجح جزء ثالث نجم ترفض؟ شنو؟ نجم ترفض دورك دور برينجا؟ انت حتى تشوف نهاية برينجا شنو؟ باش يموت برينجا؟ لا ما نعرفش مادام نهاية برينجا ما تعرفش شنو نهاية برينجا ونهاية الشخصيات الاخرين وين بتنجم تحل لهم تشالنج اخر وثنية اخرى مادام فما خيال مادام فما ابداع مادام فما نجم نحرك شخصيات اخرين في الخيال بتاعي. اما تصعب البارة تزيد تطلع البارة لفوق تزيد تصعب اكثر فهمتني علي هو را على مستوى الكتابة وعلى مستوى الشخصيات اللي ما عملوهمش اللي عملوها عم ناول يزم يعملوا ما خير منه وين باش تحطهم في فنادي سيتياسيون والراء اللي المدة قصيرة باش تكتب 30 حلقة ولا 15 ولا 20 المدة قصيرة باش تعمل تشالنج اخر بتاع كتيبة اخرى بتاع دي ديمونسيون اخرين للشخصيات اللي قاعدة تتحرك في الفضاء ونخافوا من التكرار يعني فما حاجات يخوفوك تحطهم تكرار
شخصية تعاود روحها، الروتين، التفاعلات هي بيدة، الصراعات هي بيدة، يلزم هذوما كل يتفسخوا باش تعاود تبني حاجات أخرى جديدة. السنة يمكن الشيء اللي الجديد أنه فما شخصيات جديدة، فما ديزاكس جدد عني، ولكن الاستثناء أنه عبد الحميد عول على شخصيات أول مرة نعرفوهم، يعني ممثلين أول مرة نشوفوهم في التلفزة. ما خفتش أنه الشخصية هذه تنجم تغطي عليكم كما فتحي الهداوي، كما كمال التويتي، ريم الرياحي، عندهم نجومية كبيرة عند التويتس. أنا بالنسبة لي أنا كممثل يعني في تفاعل مع الشخصيات الأخرى، متعة أني نخدم مع ممثلين يعني عندهم خبرة وأقدم مني كما كمال وفتحي، يعني خدمت معاهم يعني، ولا ريم ولا حتى شخصيات جديدة. يعني هنا تشالنج أنك تتفاعل، هنا أنك تأدي دورك بالقدية، أنك ننجحه.